هاي صبايا، اليوم حاخدكم معي مشوار. عن جد هذا المحل يعني بحياتي ما حتخيل انه ممكن يكون في هيك محل بامريكا. فهذا محل كتير يعني صراحة شفت عنه اعلانات على الفيسبوك وهيك، وحابة اجي معكم. هي اول مرة بيجي علينا المحل، كتير كان جعبالي، بس هو بعيد شوي على بيتي. فحاخدكم معي على هذا المحل، اسمه خان الخليلي بفرجينيا. لكل العالم اللي عايشة بفرجينيا هلا تشوفوا شو هذا الموجود عنده. يلا نفوت سوا، ان شاء الله ما يكون ممنوع التصوير. بس هلا اول شيء حاطين هنا على الباب هيك اشياء. شو شلون عندهم اكسسوارات عربيه. هاي كمان العطورات العربية، ملطف جو، ورد اسطنبولي. هاي ملطف جو كمان، توتي مسك. هون كمان هاي القرآن كمان كاتبينه بالعربي وبالإنجليزي. شوفوا شوفوا، اكتر شي حبيته هذا، عن جد كتير حلو جنب. شوف عليهم آيات قرآنية كمان.
هي الحنة العربية والكحل العربي. المحل من فوق هيكم. وهذا كان فلوج اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا عجبكم، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وعملوا لايك وعملوا شير خاصة للعالم اللي عايشة بفرجينيا. واهم شيء اهم شيء تنسوا تتابعوني على سناب شات وعلى الانستغرام، هحط لكم هون شوية فيديوهات كمان شوفوها. بحبكم كتير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.